يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية. وللمزيد يطلعنا عليها كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية كريم، اطلعنا على الجديد لديك من المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى معبر رفح البري لإيصالها إلى إخواننا في فلسطين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرت، معبر رفح المصري لم يتوقف عن استقبال المساعدات المختلفة ولم يغلق قط منذ بداية الأزمة أو الحرب على قطاع غزة. فهذه المساعدات والشاحنات المختلفة ما زالت تستمر في العبور عبر بوابة معبر رفح المصري. يعني يستمر الهلال الأحمر المصري والمتطوعين به بربط الليل بالنهار، بربط كل من هم يعني يشاركون في هذه العملية المستمرة من الجهود المصرية الكبيرة لإدخال هذه المساعدات، حيث وصل بالفعل بالأمس أو حتى صباح اليوم إلى الجانب الآخر في فلسطين 50 شاحنة بالفعل وصلوا إلى الجانب الآخر، بالإضافة إلى تجهيز الآن بينما نحن نتحدث ما يقرب من 80 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة. بالإضافة لذلك أيضا مطار العريش الدولي ما زال يستقبل الطائرات التي تحمل المساعدات المتنوعة، حيث تخطى عدد الطائرات الآن ما يقرب من 290 طائرة وصلوا بالفعل إلى مدينة العريش ومطار العريش الدولي، وتم تحميل يعني محتويات هذه الطائرات وتم تخزينهم في مخازن الهلال الأحمر المصري. بالإضافة لذلك أيضا يعني خروج المصابين تخطى الآن عدد المصابين من الأشقاء في فلسطين الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية أكثر من 550 مصابا. بالفعل دخلوا إلى عدد كبير من المستشفيات، حيث دخل اليوم فقط 7 مصابين عبر سيارات الإسعاف التي كانت متوقفة أيضا منذ أمس أمام بوابة معبر رفح المصري. بالإضافة لتجهيز، وهذا ربما رقم مختلف اليوم، تجهيز 50 سيارة إسعاف متوقفة بالفعل أمام بوابة معبر رفح المصري، ربما هذه بادرة أمل بشكل أو بآخر لإدخال عدد أكبر من الأشقاء المصابين في فلسطين. وهذا بالطبع مع زيادة عدد مزدوجي الجنسية الذين يدخلون عبر بوابة معبر رفح المصرية حتى الآن، والذي تخطت أعدادهم 11,000 من مزدوجي الجنسية. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري.